السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. تحت طلب مجموعة من الأصدقاء كيطلبونا على المقر ديال الشركة المميزة، الشركة الرائدة في مجال السكن والمحلات التجارية، الموين ستوندينغ والهوت ستوندينغ والسكن الاقتصادي ومحلات تجارية على شوارع عملاقة. الشركة ديال الجهة العقارية، الشركة اللي وعدات ووفات مجموعة من الأمور، والناس الحمد لله تسلمت الشقق ديالها، والناس تسلمت الوثائق ديالها، والناس دخلات الضو والما ديالها. بالنسبة للمكان، وانا انطلقت من الدخلة ديال طريق المدوز، هنا مكتب البيع، وغادي نحاول نقربكم من مجموعة من المعطيات. هنا شركة جية العقارية كترحب بكم، سكن اقتصادي، سكن متوسط وعالي الجودة، محلات تجارية، عروض مختلفة. هنا مكتب البيع ديال جية العقارية. بالنسبة مني كنلحقوا لهاد النقطة هادي، فما علينا غير نمشيو للباركينغ ونركنوا السيارة ديالنا في هذا المكان بالضبط. مرافق متعددة، مسجد، حمام، حضانة، روض الأطفال، مدارس خاصة، محلات تجارية. مني كنوصلوا لهذا المكان هذا كندخلوا السيارة ديالنا هنا، هاد النقطة هذه بالذات كندخلوا السيارة ديالنا لهذا المكان هذا. كما كتشوفوا البني تبارك الله غادي بواحد الوتيرة مزيانة. هنا مشروع الازدهار واللي غادي ندير لكم في واحد الحلقة خاصة إن شاء الله. هنا الباركينغ كتحطوا السيارة ديالكم هنايا. هنا الناس ديال الازدهار، الواجهة ديال المشروع إن شاء الله راه مازال غادي تعدل وغتكون حويجات زوينة إن شاء الله، غتكون أمور اللي هي مزيانة. والأكثر من هذا كنشوفوا أنه الأشغال ديال شارع طارق بن زياد غتعطي واحد الجمالية، واحد الإضافة كبيرة لهاد المشاريع هادو اللي جاو جنب الطريق. كنهضرو على الازدهار، كنهضرو على القدس واحد، كنهضرو على القدس جوج، القدس واحد إكستونسيون، القدس جوج إكستونسيون. كنهضرو كذلك على الهرغورة، السكن هوت ستوندينغ، يعني كنهضرو على جيا بيتش واحد، جيا بيتش جوج، يعني كاين مشاريع عملاقة إن شاء الله اللي غنواكبوها معكم. وبالنسبة لمكتب البيع هو هذا، وأي استفسار ما عليكم غير تزوروا مكتب البيع. نصيحة لأي واحد بغى شي معلومة فيما يتعلق بالسكن الخاص بشركة جيا العقارية، فما عليكم غير تلتحقوا بعين المكان. هنا كما كنشوفوا الصباغة ديال السكن المتوسط، هنا ريزيدونس الازدهار جوج بلوك ا. غادي نديركم حلقات خاصة إن شاء الله ونقربوكم من كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالشركة ديال جيا العقارية. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.